نجت جونوش رزفة من الموت عندما ضرب زلزال قوي النيبال في نيسان أبريل الماضي، وكانت حينذاك حاملا في شهرها السابع. دمر الزلزال منزلي، وتسبب بإصابتي بجروح كثيرة وبمقتل شقيقة زوجي الشابة. وبعد الزلزال بشهرين اضطرت شريستا إلى المشي ساعتين لتلد طفلها في عيادة توليد مؤقتة، وقد أنجبت طفلا في صحة تامة. وهي تعتبر محظوظة في هذه المنطقة في شمال كاتماندو، حيث دمر الزلزال 70% من عيادة التوليد التي أسهمت في السنوات العشر الأخيرة في خفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 50%. استغرق بناء عيادات التوليد سنوات، وفي يوم واحد لا بل في بضع دقائق دمر كل شيء، واليوم ستتطلب إعادة البناء سنوات عدة من العمل. وتسببت الكارثة بمقتل نحو 9000 شخص وتضاعف حالات الإجهاض والولادات المبكرة تزامنا مع تراجع الظروف الصحية للإنجاب. في السابق أنجبت طفلي في عيادة داخل بناء حجري، لكني سألد الآن داخل خيمة وسط الرياح والأمطار والهزات الارتدادية المحتملة، كل ذلك يخيفني. وتشكل الأمطار الموسمية تهديداً آخر لجهود الإعمار، وبالنسبة للنساء الحوامل ستكون الولادة اختباراً صعباً أكثر من أي وقت مضى.